السلام عليكم طلاب، اليوم إن شاء الله راح تبدي المحاضرة الثالثة مادة التشريح النظري دكتورة هدى فاضل الجبوري. راح نوضح بيها البادي كافيتيز وأبدومينال ريجنز التقسيمات. الموضوع الأول هو البادي كافيتيز أند سيروس ميمبرينز اللي هي تجاويف الجسم والأغشية اللي تحيط بالأجهزة الداخلية. الجسم بصورة عامة يحافظنا على الأعضاء الداخلية الحية والتركيبات عن طريق أغشية مثلا أو أغلفة أو تركيبات تفصل جهاز عن جهاز أو جهة عن جهة أخرى. هاي صورة عامة أريد أوضح لكم الفكرة العامة إنه ما يندمجون سويا، فراح ينعزلون بأغشية. أوكي، نجي التجاويف. أكو جزئين، طبعا راح تتوضح هذا الحكي بصورة بعد ما أكمل الكلام. بصورة يصير أوضح مثل ما إحنا متعلمين. أكو جزئين من التجاويف اللي موجودة بالجسم بالبادي كافيتيز اللي هي دورزل اللي هي بوستيريا كافيتيز وأكو فنترال اللي هي انتيريا كافيتيز. الانتيريا كافيتيز اللي هي التجويف الأمامي، احنا قلنا نبلش نستخدم المصطلحات الإنجليزية على مود تبقى هي بانا، ماكو داعي انه اني اترجمها. انا عرفت ان هي انتيريا يعني هي الأمامي، ماكو داعي اقول انه التجويف الأمامي. اوكي، هو هذا المصطلح، هذا الغرض من المحاضرات الأولى اللي قلت لكم ما تحتاج إنه تحفظون تعريف، أريد تفتهمون شنو المعنى على مود بعدين نستفاد من عدها بدون نتعب الدماغ أو نتعب حالنا على بس فهم إنه شنو الأمامي الخلفي. هو خلاص صارت مثل ما إنه الطفل يتعلم اليمين يعني رأسا هو يروح يمين، اليسار يروح يسار. أوكي، فهو هذا الغرض الرئيسي من المصطلحات التشريحية اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى والثانية. فأكو البوستيريا كافيتيز وأكو الأنتيريا كافيتيز. الأنتيريا كافيتيز اللي هو الجزء الأمامي تكون هو أكبر جزء، أوكي، ويحتوي على الأجزاء المهمة في جسم الإنسان كأكبر تجويف. ممكن أنه التجويف بصورة عامة، التجاويف اللي هي دورزال أو الأنتيريا أو البوستيريا، تساعدني إنه الراحة بالحركة مثلا أو تغيير الحجم مالتها أو إنه على مود تأدين الوظيفة الأساسية اللي موجودة. وصلت؟ إذن الأنتيريا كافيتيز والبوستيريا كافيتيز هي موجودة، خلينا نقول بيت للأعضاء المهمة اللي موجودة بجسم الإنسان، تساعدني على مود إنه كحركة أساسية موجودة، كأداء وظيفة موجودة. أوكي، نأخذ مثال الرئتين أو القلب ستومك انتستن اللي هي لانج هارت ستومك انتستن على سبيل المثال. إنه نأخذ اللانج، إذا تنفسنا هي مرتاحة بمكانها اللي قاعدة بي اللي هو بالكافيتي أو بالتجويف اللي موجود بي. أوكي، لما نأخذ شهيق أو نأخذ زفير ما راح ضايق الأعضاء الأخرى، رب العالمين خلقنا إياها بشكل بحيث أنه كل جزء من أجزاء الإنسان ماخذ الحيز اللي يحتاجه بدون ما يلتصق بالأجزاء اللي بعده ولا يضايق عمل واحد الثاني، إلا إذا كان طبعا حالة مرضية هذا نقاش آخر. بس اللي دا أقصده أنه كشخص طبيعي صحي ما عنده أي أمراض، رب العالمين انطانا هذه الميزة أنه كل واحد نقول قاعد بتجويفه وقاعد ببيته بدون ما يحتاج انه يؤذي او يعيق عمل عضو اخر او جزء اخر. اذا هسه بصورة عامة الفكرة الاساسية من البادي كافيتيز، اوكي، نعرف من عندهم انه التقسيم مالته تقسيماتهم اللي هي انتيرير وبوستيرير او يسموها الدورزا كافيتي والفنترال كافيتيز. اوكي، وراح نشوف بالسلايدات القادمة كل كافيتي شنو أورغان اللي يحتويه.
الصورة الأولى أو الجزء الأول اللي هو dorsal body cavities. dorsal body cavities راح يتقسم لنا إلى منطقتين اللي هي cranial cavities والvertebral cavities، القحفي والتجويف. أوكي، التجويف الvertebral اللي هي الفقري، الcranial اللي هو القحفي اللي هو يكون منطقة الرأس، والفقري اللي هو يحتوي على يحتويناه أن يكون الجزء الأسفل اللي هو inferior to the cranial. أوكي، شنو يحتوينا؟ يحتوينا cranial cavity على البرين اللي هو الدماغ. أوكي، بينما الvertebral cavity يحتوينا على spinal cord. البيت ما تشن هو spinal cord، بيت vertebral cavity اللي حافظ عليه، اللي هو spinal cord هو الحبل الشوكي. واضح؟ فالdorsal body cavity راح ينقسم لنا إلى cranial cavity يحتوينا على brain، وvertebral cavity اللي يحتوينا على spinal cord الدماغ والحبل الشوكي. بما أنه الدماغ والحبل الشوكي هما متصلين، إذا أكيد cranial cavity والvertebral cavity متصلين أيضا. واضح؟ نرجع على الجزء الأمامي اللي هو الانتيرير بنفس الصورة، بعدين راح أرجع للشرح وتفاصيله. الصورة الأولى اللي هي thoracic cavity. أوكي، يتقسم لنا إلى thoracic cavity and abdominal pelvic cavity، يعني الجزء الصدري والبطن الحوضي، إذا جزئين أيضا. كذلك thoracic cavity يحتوينا على القلب والرئتين، والabdominal cavity تحتوينا على digestive system اللي هو الجزء البطني أو التجويف البطني، يحتوينا على أعضاء الجهاز الهضمي، والpelvic cavity يحتوينا على bladder، المثانة والأعضاء التناسلية سواء كانت أنثوية أو ذكرية أو على المقعد. أوكي، فالانتيرير يحتوينا على thoracic cavity، وهذول يدمجون لأنه هو بخانة واحدة، الأبدومينو pelvic cavity يفصلهم الحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام. دايفرام، واضح؟ نرجع التفاصيل. dorsal body cavity is subdivided into cranial cavity and vertebral cavity. راح يتقسم لنا إلمن cranial cavity اللي شن هو cranial cavity، هو skull، الجمجمة اللي راح يحوطنا encase the brain، الدماغ. والvertebral cavity اللي هو الفقري اللي تحتوي لنا على vertebral column or spinal cord اللي هو يسوي لي يغطي لي أو يغلف لي spinal cord الحبل الشوكي. هذا تقسيم أكيد يحفظ dorsal body cavity بالصورة، على الصورة بالضبط تتأخذها. dorsal body cavity، cranial cavity، vertebral cavity. cranial cavity إيش تحتوينا؟ يحتوينا على brain. أوكي، skull بين قوسين إنه هو that contain brain. والvertebral cavity يحتوينا على اليمن على spinal cord. نجي الحكي بصورة عامة، نفس اللي حكينا، أكو فتشي اسمه dorsal cavity، أوكي، اللي هي posterior، وأكو anterior ventral cavities. كل واحدة من عندهم راح يقسمونا إلى أقسام أصغر من عندها. cranial cavity هو house، بيته للبرين، والspinal cavity بيت منه للspinal cord، الدماغ والحبل الشوكي. بما أنه البرين والspinal cord continuous، مستمرين ما منقطعين، uninterrupted، ماكو أحد شيء جاي مقاطعهم، إذن أكيد راح يكون cranial والspinal cavity مستمرين أيضا.
الهدف الأساسي أوكي إنه يكونون محميين. الأعضاء الهدف الرئيسي من هذا التكوين إنه الأعضاء الحية والمهمة إن يكونون محميين. The brain and spinal cord are protected by bones بعظام السكول العظام مال الجمجمة والفيرتبرا كولوم على متحمينا spinal cord. واضح؟ إذن هسه الدماغ والحبل الشوكي brain and spinal cord okay وين موجودين؟ بالcranial cavity and vertebra cavity التابعين لمن؟ تابعين لل posterior or dorsal cavity. الهدف الأساسي لهم شنو؟ protect the brain and the spinal cord واضح؟ بالبون بالعظام اللي تحيطهم وكذلك بيمن محميين cerebrospinal fluid اوكي؟ اللي هو شنو؟ السائل اللي يفرزه الدماغ وهو سائل أبيض تحسه لما نسحبك إنه راح يطلع بدون لون اوكي؟ هذا السائل هم يفيدني إنه ما راح مثلا احتكاكي يصير قوي ما راح يتأذون ما راح يصير لهم شيء واضح؟ نجي للسلايد اللي بعده اللي هو ventral body cavity اللي هو anterior body cavity يحتوينا على جزئين مثل ما شفنا بالصورة اللي هي thoracic cavity and abdominal pelvic cavity اللي هو thoracic cavity اللي هو التجويف الصدري أو التجويف الabdominal pelvic يعني البطن الحوضي abdominal pelvic بطن حوضي ما أخذنا الجهة كليتها من الصدر إلى جهة نهاية الحوض أوكي؟ ننسى نجي نشوف تقسيماتهم والحكي مالتهم هاي الصورة توضح لنا تفاصيل عن الانتيريور اللي هو الventral body cavity أوكي قسمناها إلى thoracic cavity اللي يحتوينا على شنو؟ يحتوينا على الهارت واللنج وبها تقسيمات هسه نشوفها شن هي superior mediastinum lung على الجامبين lung and pleura cavity وأكو mediastinum اللي هو الميدل اللي يحتوي لي على شنو؟ يحتوي لي على القلب والبريكارديال كافيتي التجويف مع المحيط القلبي والبلورا كافيتي واللنج اللي هو الرئة والتجويف الرئوي خلصنا الثوراسيك كافيتي نرجع الابدومينو كافيتي هي ابدومينو بيلفيك الابدومينو شكلنا بيها ايش تحتوينا؟ تحتوينا على معظم الأعضاء اللي موجودة بالكبيرة اللي هي digestive مثل ما الجهاز الهضمي اللي ممكن تلقي بها المعدة الأمعاء ممكن تلقي إنه الكبد أوكي الكدني الكليتين وأكيد هو تابع للperitoneal cavity اللي هو التجويف البطيني pelvic cavity يحتوينا على bladder المثانة ويحتوينا على أعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية صار واضح تقسيم سريع نعيده هذا يحفظ اكيد الventral cavity قسموا دائما شلون هسه هذا الجدول حاولوا انه تسوون شلون التاشيرات او التقسيمات على مود سهوله الحفظ والمراجعه ventral cavity اوكي اللي ينقسم لنا الى thoracic cavity that contain the heart and lung وabdominal pelvic cavity اللي يحتوي لنا على يمن على digestive visceral وكدني والpelvic يحتوينا على bladder وprotective system زين احنا هسه قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا ما نريد يطخ شيء بشيء ثاني مو صح؟ اكو فد شيء عضله قويه تفصل بيناتهم بين منو منو؟ بين الثوراسيك كافيتي وبين الابدومينو بيلفيك هذا شنو اسمها؟ diaphragm الحجاب الحاجز diaphragm اللفظ diaphragm ترى هواي دا اسمعهم يقولوها diaphragm او هيك شيء يعني جي اتش يحسبوها هيك لا اسمها diaphragm واضح هذا فد انه تساعدنا يعني او شيء تفصل وتساعدنا بعمليه التنفس نيجي بتفاصيلنا الحكي the thoracic cavity is more superior subdivision
احنا الاساسي هو الفنترال الامامي سب ديفيجن، يعني التقسيم الثانوي الى قسمنا ثوراسك وشنو بعد اللي جواها قلنا ابدامينو بيلفيك. اوكي ثوراسك كافيتي يكون مور سوبيريور يعني فوق اوف ذا انتيرير كافيتي and it's enclosed by the rib cage. كل هندني يكون محميات، معظمهم يكون محميات. اوكي فالثوراسيك كافيتي بمن محمي؟ محمي بالقفص الصدري rib cage او الاضلاع. وصلت المعلومه؟ the diaphragm form the floor of the thoracic cavity. الحجاب الحاجز راح يكون هو شلون الارضيه مال الثوراسيك كافيتي اللي يفصل لنا السوبيريور عن الانفيرير، الجزء الفوقاني اللي هو الثوراسيك كافيتي عن الانفيرير جواه اللي هو ابدومينال بيلفيك كافيتي. الثوراسيك كافيتي يتقسم لنا ثلاث اقسام، شن هي؟ القلب بالنص اوكي والرئتين يمين ويسار اللاترال على الجهات البعيدة، والسنترال من هو؟ السنترال قلب. زين تو لاترال اللي هو الرئة، التو لاترال اليمين واليسار او الرئتين عندها سراوندينج باي منو تحميها؟ عندنا بلورال كافيتي. بينما الميديستاينم اللي هو الجزء اللي يحتوينا على القلب او يسموه شغافي او هيك شيء سراوندينج باي بيريكارديال كافيتي بالجزء القلبي مالته. وممكن ايضا بالثوراسك منو راح يكون بيته اضافه للرئتين والقلب؟ راح يكون بيت الرئه التراكيا القصبه الهوائيه والايسوفاجس ايسوفاجس المريء. وضحت هسه؟ نجي على البارت اللي بعده. واي اسئله بنهايه المحاضره نوضحها كامل. الابدومينو بيلفيك كافيتي هي شنو هي؟ هو اكبر جزء موجود حاليا بالنسبه للتجويفات الجسمانيه اوكي، ويفيد انه يقسم لنا او يحدد مثل ما احنا قلنا كل جزء او كل جهاز بحاله. It can also distinguish between abdominal cavity and division that houses the digestive organ or pelvic cavity where the divisions are يعني of reproductive. يعني كل واحد يجي تقسيم مالته عن طريق الممبرين اللي هو يعني خلينا نقول انه الاغشية اللي تفصل لي بيناتهم. اذا اكو احنا كلها كافيتي، اكو اغشية تفصل لي شيء عن شيء ثاني، جهاز عن جهاز ثاني. الدايفرام شنو هو؟ هم وضحنا thoracic and abdominal cavity اوكي راح ينفصلن سويا عن وحدة عن الاخرى عن طريق منو؟ عن طريق الحجاب الحاجز. واضح؟ هي فد عضلات. وايضا يقول المهمة مالتها الدايفرام، الدايفرام مهمته مو بس انه يفصل لي بس، وايضا انه يساعدني بعملية التنفس لان هو فد شيء عضلي. فلما اسحب اخذ شهيق واذب الشهيق الزفير اوكي ايش راح يصير عندي؟ اكو لازم عضلة يعني تتقلص وتنبسط، فهي هذا الدايفرام الحجاب الحاجز ايضا راح يساعدني بيها. لو فتشي صلب كما قدرت تتنفس بسهولة. واضح؟ اذا وظيفته انه يفصل الابدومينال كافيتي عن الثوراسيك كافيتي وايضا يساعدني بعملية التنفس. خلصنا الجزء الاول من المحاضرة، نجي للجزء الثاني اللي هو abdominal region and quadrants. مثل ما وضحنا سابقا اقصد لغة تكون بين الكادر الصحي والطبي والاطباء على اساس انه احنا نعرف وصف شكوى مريض مثلا او كتلة ما مريحة ما مرتاحي لها، فالاتصالات على
الأساس قسم التجويف البطني أو البطن بصورة عامة إلى أقسام، 9 أقسام، أوكي، مناطق، وأربع مربعات. ليش؟ على مود إنه إذا على سبيل المثال إجا مريض قال إنه أدي مثلاً ألم بهيج منطقة، كانت منطقة محددة، أنا شو راح أجي رأساً راح يتبادر ببالي أنا هاي المنطقة شنو اللي موجود بيها، شنو اللي تحتويها، على أساس أنا أعرف شنو الـ differential diagnosis، يعني إنه الاحتمالية المرض اللي مصاب بيه. واضح؟ طبعا هذا الحكي اكيد بالحكي اكو 9 مناطق، اوكي، ممكن انه احنا الجسم يقسمها، واربع مربعات. شلون راح يكون التقسيم؟ على اي اساس؟ 4 بطنية و9 مناطق. بالنسبة هسه للريجن اللي هي المناطق اللي هي 9، اجي اقسم احط خط وهمي، اوكي، تحت الاضلاع مباشرة، اوكي، تحتها انفيرة للاضلاع، انفيرة تضرب، وخط وهمي ثاني فوق حوض بالضبط، صار خطين عرضيات عموديات عليهم شنو؟ هسه راح نشوفها بالصورة وتتخيلوها. من ميد كلافيكال لاين اللي هو كلافيكال هي عظم الترقوة أو الياخة، خلينا نقول الياقة، الكولر بون، أوكي، من نصفة ننزل عموديين، أوكي، راح يتقاطعون ويا الجسم. كم مربع صار هسه؟ 9 مناطق. هاي على مود يسهل لنا شغل مالتنا أو نعرف. هاي بالنسبة للريجن. إذا راح يقول شلون أنا قسمت ريجن، هو هذا على الأساس التقسيم مهم، وين أقسم؟ زين المربعات شلون راح أقسمهم؟ هاي بعد أسهل، 4 هنا، أقسم خط عرضي باتجاه البيشنت أمبليكلز اللي بالصورة مال المريض اللي هي نيبل، أوكي، وخط طويل هو يعني عمودي راح يكون هو خط المنتصف، عرضي من الصورة وعمودي هو خط المنتصف. هاي صارن هسه عندي عرفنا شلون صارن 9 أقسام البطن وشلون صارت 4 مربعات. نيجي على الصورة نشرحها ونوضحها أكثر. هاي 9 أقسام، نهاية الرب مالتنا، جرينا خط أفقي فوق عظم الحوض، جرينا خط أفقي، أوكي، صارن 2. نجي عموديات اللي هي شن هنا؟ العمودي قلنا من منتصف الترقوة ننزل لجوا، تكونت 9 مناطق. شن هنا؟ رايت هايبوكوندرياك، إبيغاستريك ريجن، ليفت هايبوكوندرياك ريجن، رايت لامبر ريجن، أمبليكال ريجن، left lumbar region، right iliac region، left iliac region. هذا 9 تقسيمات، كل سهلة بس ركزوا بيها ساحة حفظها صار سهلة كلش. نجي منطقة منطقة، اوكي، right hypochondriac واكو بيها left hypochondriac، right lumbar واكو بيها left lumbar، واكو right iliac واكو بيها left iliac. هذا من اليمين واليسار كلها انحلت هسه. البنص مال الصرة اللي هي امبلايكال ريجن، اوكي، جهة المعدة فوق جاسريك يسموه ايبي جاسريك فوق، واكو هايبو جاسريك اللي هي اللي جوا. واضح؟ 9 مناطق. راح تقولوا هاي شلون راح يهمني؟ انا اقول لك اجاك مريض، اخ بطني ما دا اقدر توجعني، كيت وين الألم مالتك؟ وين ها؟ يأشر لك على يا جهة، على الرايت إليك ريجن، هنا إذا توجعني يا منطقة أساسا شو تقول لصاحبك؟
ده توجع هاي بالرايت إليك ريجن، رايت إليك ريجن. إذا هاي رايت إليك ريجن شنو بيها ممكن؟ هو مثلا يعني هاي واحدة من الأمثلة اللي أضربها، رأسا تجي ببالنا التهاب زائدة دودية. ليش؟ لأن هاي المكان بالزائدة الدودية، واضح؟ نرجع على غير مكان، مثلا يجيك واحد اخ صفحتي اللمبر اريا، اخ صفحتي ده توجعني بعد مدى اقدر الم مدري منه، فتقول له وين انت اكثر شيء الالم ده يصير؟ يقول لك هاي هنا بالخاصره. فانت وجماعتك ايش راح تقولون؟ رايت اليك رايت لمبر، هاي جهه شنو بيها الرايت لمبر؟ اوكي، هذه بيها اكو احتمال الكلى، كليه، اذا اكو احتمال الحصوه على سبيل المثال. اوكي، نرجع على المثال مال يعني اخي هو رايت هايبوكوندريك اللي هي الفوق جهة اليمنى، أشر لك عني هنا عندي ألم. رأسي يتبادر ببالنا شنو؟ هاي مكان المرارة، أخاف عند التهاب مرارة، أخاف عند حصوة مرارة، أخاف عند التهاب بالكبد. ليش؟ لأن هالمنطقة كليتها هنا وممكن للألم، حتى الرئة تضرب على هالمنطقة. وصلت المعلومة؟ إذا كل منطقة بيها أماكن أني أشك بيها إنه أنا هنا راح يكون فد مرض محدد. اوكي، يعني اذا تجيني مثلا مريضه وهم نفس المنطقه اللي تقول لك هي رايت اليك ريجن، بس هي يعني بنيه اشوف بيها، يعني شوف احنا لما قلنا نحط نشوف هاي المنطقه شنو اللي بيها ممكن رايت اليك ريجن، اول ما اجى تبادر بذهننا هي زائده الدوديه. واحد مثلا تقول لك لا انا زائده مسويتها، هي شنو بعد اكو بهاي المنطقه؟ اكو مثلا المبايض، ممكن صاير عندها التفاف بالمبيض، ممكن كان عندها كيس من المبيض والدف، ممكن انه عندها مثلا التهاب مجاري بوليه او حصوه او كذا او كذا، تفهمني؟ فبس حددت لك المكان تحط ايدك عليه وتشوف شنو اللي ممكن تتخيله انه اعضاء موجوده وشنو ممكن الامراض اللي موجوده بها. نفس الحكي هاي بالنسبة للكوادرانت المربعات، اكو ليفت ابر كوادرانت، رايت ابر كوادرانت، ليفت لور كوادرانت، ورايت لور كوادرانت. كل واحد والاجزاء مالته وشنو المكونات مالتهم، واضح؟ مثلا رايت ابر كوادرانت المربع الفوق كليته اليمنى، شنو موجود بيه؟ موجود بيه كبد، موجود بيه هاي ليفر، موجود بيه جول بلادر المرارة، موجود بيه الجزء يعني الجزء الجواني من عدة بالكلية ممكن موجود، واضح؟ فشون البوكس الصندوق اللي يحتوينا على غراض كل وحدة من دني أنا أشوف أكو فتشي بيها. إذا إجاني يبدي من فوق أحط إيدي من الجلد، الله يذكره بالخير كان أستاذنا دكتور علي الكاتب كان يقول حطوا إيدكم، حطوا ايدكم على بطنكم. هسه مثلا قال لكم رايت ابر كوادرانت، حط ايدك عليه، تبدي شنو الصندوق اللي جوا ايدك؟ يبدي من الجلد، وراها هيك طبقه، وراها هيك طبقه، وراها هيك طبقه، صندوق كامل جوا طبقات جوا لحد ما توصل للنهايه. ممكن اي وحده من هاي المناطق او محتويات الصندوق هي اللي تحتوينا على المرض المحدد او اللي احنا نريده. وصلت المعلومه والفائده مال التقسيمات، نجي على الشرح المفصل مالتهم.